أول ما سمعت بسبع زنيقي سمعتها من السلطات الأمنية، كنت في إطار مع تهويل وتنجم تقول تخويف من الحي هذا ومن منطقة جبل الجلود ككل. أنا أول ما سمعت الحق الاسم بتاع سبع زنيقي ما تحبيته برشا برشا برشا، وحسيته نجم يجي عنوان بتاع فيلم هو الأكثر. دوب ما جيتوني لدار ثقافة سألت عليه، سألت سبع زنيقي شنو هي، اسكو اسمها بالحق سبع زنيقي ولا معتها تنجم تقول اسم ناقد، اسكو بالحق فيها سبع زنيقي. طلع بالحق اللي فما بقعة في حي في جبل جلود اسمه سبع زنيقي، حي تنجم تقول هو من أقدم اللحوم اللي موجودة في منطقة جبل جلود. قلت علاش ليه بوركوا با ما يكونش المشروع متاع أول حي جرافيتي في الجمهورية التونسية انطلق هوني من جبل جلود من المنطقة هذه سبع زناقي. هذا سبع زناقي كما تشوف خويا، فهمتني؟ هذا في هيئتها جديدة سبع زناقي بارابور كما كانت خويا، ما كانتش معناها هكايا جملة، فهمتني؟ كانت حاجة أخرى خويا، كانت خايبة على الآخر معناها. كانت خويا وكر، خويا كبير برشا، وكر متاع فساد، متاع زطالي، متاع فهمتني؟ متاع هاملة، متاع كل شيء، فهمتني؟ الحيوت كانت دراكي فيش، ما نعرفش كانت اللي يسكنوا لهنا كلها متقلقة، فهمتني؟ من المواضيع هذيا، ولت حركة برشا خويا من اللي كانت بنات، فهمتني؟ ما تدخلش لهنا، ولت بيان سور باش تدخل لهنا، اللي يحب يسيلفي خويا، واللي يحب يصور كليب، واللي يحب يعمل، فهمتني؟ على خاطر هذيا حاجة باهية، راهو بالنسبة لجبل جلود هذيا حاجة باهية، هذيا ممكن أول حاجة راهي تتعمل باهية معناها في جبل جلود. أمني خاطر صاروا برشا وقدروا وما تنفذوش، فهمتني؟ جون يجوني هوني قالوا لي احنا ما نقولوش لي احنا من جبال جلود، خاطر انت توك تحل جوجل تلقى كلش الجرائم في جبال جلود، تكتب جبال جلود يخرجوا لك جوست الجرائم، او هذا قتله وهذا عمله وهذا، الوغ فما برشا شخصيات فنيه وسياسيه ناجحه وموجودين لحد الان مع توفاعلين في المنطقة ما يحكيوش عليهم. عبيد تحب تخدم تحب تحسن وعندها ما تعطي، لكن حتى حد ما خزر لهم وما أعطاهم القيمة متاعهم الحقيقية. ويمكن ذاك السبب اللي كانوا اللي خلاو مع تهالي المنطقة رحبوا بيها الفكرة، وصدقني معتها بعدها برشا جاوني يحبوا يخدموا في حوم أخرين من جبال جلود. دايوغ احنا بصدد ما تنحضروا في بروجي يمكن ما اكبر من سبع زنيقي عليه، خاطر هما مستعدين ومتجاوبين معنا، يحبوا النشاط الثقافي، يحبوا يمارسوه ويحبوا يوريو اللي هما الحقيقه نتاعهم، لخلاف ما يذكروا فيه مع برشا عباد بما فاهم. مع قلت لك وصلت السلطات الامنيه قالوا لي اوه انت ما تعرفش سبع زنيقي، ما تعرفش جبل جلود. مع لو كان هذه تعاود تتعمل مره اثنين ثلاثه، فهمتني؟ تولي العباد عندها وعي اللي راهو فما ثقافه، فهمتني؟ ممكن تغير برشا حاجات، فهمتني؟ جبال جلود مثلا، انا باش نعطيك مثال، جبال جلود تو مسميه معناها لي بوانوار، فهمتني؟ بوانوار جبال جلود معناها ما تتقربش. مي كي صارت الفازة هذيا، فهمتني؟ وصلوا درنيير مون تو يكلموا في عباد، فهمتني؟ باش تجي تعمل كليب لهنا، صحابي فهمتني دي رابور، صحابي فنانين فهمتني، باش يجوا يصوروا لهنا يعملوا كليب، فهمتني؟ عرفوا جبل جلود يحبوا يشوفوا سبع زناقي، فهمتني؟ يحبوا يدخلوا لدار الثقافة يشوفوا شنية دار الثقافة اللي عاملتها، فهمتني؟ شنية الحاجة اللي عاملتها هذيا، فهمتني؟ ولا فما فضول في الحكاية، فهمتني؟ لهنا أنا نفرح خويا كولد حومة، لهنا نفرح كيفاش نصور نشوف صحابي أول مرة اللي هي تتقال من صحابي، خلينا نمشوا نعملوا طلع على جبل جلود شوفوا سبع زناقي، فهمتني؟ انا نفرح خويا على الاخر انك تشوفك، فهمتني؟